ودلوقتي جمعنا مع الاحداث اللي هتحصل النهارده وابرزها فريق النادي الاهلي اللي هيواجه الاسماعيلي في المباراه المؤجله من الجوله ال 24 في الدوري المصري. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية صناعي زراعي تجاري وفندقي الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 الساعة 2:30 ظهراً بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هيختتم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي فعاليات احتفاله بذكرى ثورة 30 يونيو بأمسية شعرية غنائية في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. يشار إلى أن فعاليات البرنامج بتقدم مجاناً للجمهور يومياً في الفترة من 30 يونيو حتى 5 يوليو، وده ضمن العديد من الفعاليات اللي بتنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة ليها احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة. النهاردة هتفتتح مكتبة الإسكندرية الساعة 3 معرض البطلات التشيكيات والمصريات، وبيستمر حتى 15 يوليو الحالي بالتعاون مع سفارة التشيك بالقاهرة والمراكز التشيكية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إلى جانب كلية لادزلاف سوتنار للتصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وشركاء آخرين. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري، وهيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في تمام الساعة 8:30 مساءً.